متتبعي جريدة صوت العدالة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا حاليا كنتواجدوا في الملعب البلدي ديال مدينة صفرو، جينا هجمنا على سعيد الحموني اللي هو لاعب المنتخب الوطني سابقا، حرز على كأس العرب رفقة المنتخب الوطني سنة 2012. يلا هو معنا. خويا سعيد هجمنا عليك. أموات خويا سعيد الحموني والانفعالات ديالو، سبب هاد الانفعالات وانت معنا حاليا، واش هو حب حب كرة القدم ولا حب المدينة ولا اشنو السبب؟ يلا 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 نبيل يلا بدا لعب بدا بدا. صراحة الله المدربين اللي كيبقاو ينفعلوا في التيران راه خص الانسان يعرضهم. علاش؟ دابا نعطيك مثال، انت جيت دابا في الحصة، حنا كنشتغلوا على شي حوايج، كنشتغلوا كيفاش غندوزو هذا الماتش، كيفاش غندوزو، كيفاش غندوزو من الجناب، واش غندوزو إلا شدونا الجناب ندوزو من الوسط، إلا شدونا ندوزو من الكواري كبر ندوزو دوزيام بالون. كاين بزاف د الحوايج كتخدم نهار الماتش باش حنا كتقلق، حيت كتخدم شي حوايج وما كتكونش نهار الماتش ضروري كتقلق. وحنا والمدير كلشي المدير اللي ما كيبغيش اللي ما كيطمحش هو فعلا شي ترا كاين زايده زايد زياده فيها، ولكن لا شعور كحنايا كتهمنا هو النتيجه وكتهمنا هو ان شاء الله نقدموا احسن ما كاين ان شاء الله باش الانسان لا حنايا نطوروا المستوى ديالنا ونمشيو لانديه كبار ولا الدراري يتعلموا ان شاء الله. واللي كيهم هو النتيجه. وعلى ذكر النتيجه كذلك وليد الركراكي حقق نتيجه اللي تسنيناها بزاف وما عمر شي منتخب عربي وصلها. شنو الراي ديالك في هذا الانجاز؟ صراحه الله هذا ماشي انجاز، هذا دخل التاريخ. ما عمر تبسط المربع الذهبي تقارع 8 فرق كبار في سميتو في العالم، هذا صراحه الله راه تشريف الكره الوطنيه، وكنطلبوا له كنتمنوا له التوفيق ان شاء الله. بحكم انك انت لاعب ديال المنتخب الوطني سابقا، عشتي هذوك الاجواء، عشتي هذوك الاجواء اللي كيكونوا داخل، عشتي هذوك الاجواء اللي كيكونوا داخل الفيستير مع المنتخب الوطني. بغيناك غير تقربنا من العمل اللي قام به وليد الركراكي. شفنا ان اللاعبين لعبوا مزيان، عطاو داكشي اللي عندهم كامل، حكيم زياش وناحي نصيري اللي كانوا كيعاتبوه المغاربه كاملين، وفي الاخير عطى واحد الصوره اللي هي زوينه على عليه هو كلاعب ولا على المنتخب الوطني. اشنو تقول لنا في هذا الشيء؟ والصراحه الله بان انا قلت قبيله، راني قلت بان وليد الركراكي خدم على الفيستير، بان الفيستير حنا كمثال في كاس العرب اللي كانت في السعوديه، فكنظن بان كان عندنا فيستير، كانوا لعبا خوت، كانوا كان القلب على القلب. انا كان ديك الساعات كنتفكر بان العسكري كان ديك الساعات كيناني المتاكي العسكري ما لعبش وكيهز يديه وكيدعي، هذا هو الجروب، هذا هو اللي بغينا، هادشي اللي بغينا، هادشي اللي هادشي اللي بغينا في المنتخب، وهي روح جديده اللي ما كناش كنشوفوها في وحيد. هادشي اللي كاين بان راه السر هو قربوا من ليلو وحس به الانسان، فاش سيرتو اللعابه كبار كتقرب المدرب كيقرب بهم وكيحسوا بان بحال خوهم، فكنظن بان غيعطيو كل ما لديه. كنظن بان زياش الا عطيتيه الا قلتي له ادخل التحارب يدخل يتحارب دابا. تبارك الله.